يا رب العالمين. الله الله صل على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله الله املأ قلبي باليقين. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة، ولا هذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا بما أنه نحن في موسم خضر البسباس، اليوم راح نعمل لكم وصفة رائعة، كباب بالبسباس بدون لحم بدون مكلفات، اقتصادي وكذلك بزاف بنين. انا هذه طريقه اللي نعتمد عليها بزاف، يعني كيكون ما عنديش اللحم ولا الدجاج في الدار. لكن لحبيت الوصفات الاخرى راح تلقاو وصفات كثيره تاع البسباس في القناه. اذا هنا بالنسبه للمقادير واش راح نحتاج، هنا عندي تقريبا واحد 3 حبات بطاطا قطعتهم هكذا كبار كيما اللي نقطعهم نديروا الكباب هذاك التقليدي تاع الجزائر. عندي هنا 3 حبات تاع البطاطا، هنا عندي كيلو تاع البسباس غسلته مليح وقطعته هنايا كما راكم تلاحظوا على زوج. هنا عندي تقريبا واحد حبه كامله تاع الثوم، ما يعادل 8 حتى 10 سنينات تاع الثوم. هنا سكرفشتهم شويه خشن لانه ما راحش نستعمل البصل. وراح نحتاج هنا كميه تاع الحميصه، انا عندي حميصه هنا طايبه تقريبا واحد 100 غرام تاع الحميصه. بالنسبه للتوابل نحتاج الملح، هنا عندي سكنجبير، فلفل كحل، قزبر ملحي وشويه تاع الكركم. اذا نروح الان مباشره لطريقه التحضير. اولا هنا نملح البطاطا ديالي وندير هذه القله كيما رانا نديروا الكباب، ندير لها شويه تاع الملح ونقليها. بعد ما ندير البطاطا تتقلى الان نجيب الطنجره، الطنجره تاعي هنا درت لها زوج مغارف تاع الزيت، راح نضيف لها الثوم، نقلي الثوم جيدا حتى تطلع فوق الزيت. درناها كما راكم تلاحظوا بعد ما طلعت الثوم فوق الزيت. الان راح نضيف شرائح تاع البسباس اللي راح نقليهم جيدا مع هذا الثوم. مباشره نضيف لها رشه تاع الملح. هنا راح نضيف التوابل، نضيف الكركم، سكنجبير. ضروري جدا انه يتقلى مليح البسباس باش يعطيكم واحد البنه صدقوني تجي رائعه. بعد ما يتقلى هنا راح نمرق بالماء الفاتر حتى يتغطى كامل هذاك البسباس. راح نزيد كميه اخرى كي تشوفوا باللي تغطى وغطس مليح، ثم تحبسوه ما تضيفوش الماء، وطبعا على نار تكون متوسطه ما تكونش قليله. هنا راح نضيف له معدنوس، هنا راح ندير السيقان فقط، وهذوك الاوراق راح نديروهم بعد ما يطيب. نسيت ما ذكرتش راس حار من البدايه. نضيف الحميصه ونغلق عليه ونخليه يطيب على قانيه حتى يطيب البسباس تماما، المرقه هذيك تنقص. من بعد نتلاقاو بعد ما يطيب هذا البسباس. ابقوا معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما دخلوا طياب البسباس وكذلك المرقه بدات تنقص، الان راح نضيف البطاطا. تحبوا تخلوا البطاطا طرف انا طيبتها نص طياب وخليتها حتى اكثرت من الزيت في الورق الخاص
مصاص تاع المطبخ. الان راح ندير البطاطا ونخليها باش تزيد تجمر شويه مع هذاك البصباص. لان نخليه يشرب ويتجمر مليح ونقدمه لكم على مائده التقديم. ابقوا معنا. اذا كما راكم تلاحظوا الكباب تاع البسباس هنا بعد ما طاب رشيتو بالمعدنوس، واحد الرائحه ما شاء الله. انا هنا ما درتش فيه لاصوص بزاف، خليتها في الطنجره باش نقدمه ويعطينا صوره واضحه. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم. أعتذر على الصوت، راني مريضة شوية، أدعو لي بالشفاء. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم مخلوش علينا بجام، نبارطاجو الفيديو وشاركو به الأصدقاء تاعكم. صدقوني والله وصفة جد رائعة، وكذلك بزاف بنينة، خاصة الناس اللي ما يقدروش على الدجاج واللحم. إذا نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.